كانوا في الجنة، كانوا في الجنة، لقد ولدوا وكبروا وأصبحوا بالغين وجلبوا أطفالا وأحفادا. لقد مررنا بدورة مماثلة من الحياة، حيث تستمر عجلة الحياة العملاقة في التحرك. كنا في السماوات، انضمت أرواحنا إلى أجسادنا وولدنا وكبرنا عبر عجلة الحياة. أصبحنا راشدين ثم أباء وأمهات، وسرعان ما أصبحنا أجدادا. وأخيرا عاجلا أم آجلا سنترك هذا العالم ونعود إلى السماء، حيث تنتمي أرواحنا إلى موطنها الأبدية. أفضل هدية تركناها هي الهدية الأبدية التي تركناها لأجيالنا القادمة، والتي ستحل محلها فقط حجر التاريخ العملاق سيحفر على أسمائنا ويشهد على مساهماتنا.